الكلمة الآن إلى السيد صديق براما الأمين الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية والهجرة للاتحاد العام للعمال الجزائريين جزائر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس المؤتمر، سعادة السيد فايز علي المطيري مدير منظمة العمل العربي، أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله. نيابة عن الأخ عمر طقجوت الأمين العام للمركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وباسم القيادة الجديدة للاتحاد المنتخبة مؤخرا، يطيب لي وأتشرف أن أعرب لإخواننا في البلد المنظم العراق الشقيق على خالص امتناننا لحسن الاستقبال، التنظيم المحكم وكرم الضيافة. عفوا. وهذا ما كنا نتوقعه من بلد طيب وشعب كريم، فشكر لكم على احتضانكم لمؤتمرنا هذا الذي يعود إلى مسقط رأسه في زمن آخر وظروف أخرى تتميز بالاستثنائية في عالمنا العربي. استثنائية هذا الظرف تتقدمه حرب الإبادة التي يتعرض لها إخواننا في فلسطين الشهداء، هكذا نحن نناديها في بلد الشهداء. كل الأرقام المرعبة التي تسجل في الخسائر الأرواح، الجرحى، التهجير وخسائر الوظائف لن تثني في عزيمة هذا الشعب الذي عقد العزم أن يقيم دولته الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس. لهذا فدعمنا لنيل فلسطين مقعداً دائماً بصفتها عضواً كامل الصلاحيات في كل الهيئات الأمم المتحدة وخاصة منظمة العمل العربي الدولي مطلب مبدئي بالنسبة لنا. لقد احتوى جدول أعمال مؤتمرنا هذا عدة نقاط غاية في الأهمية بالنسبة لنا كممثلين للعمال، فالعنصر البشري ما زال يعد الثروة الحقيقية التي يرتكز عليها كل اقتصاد. هذا العنصر البشري الذي تواجهه عدة تحديات مستقبلية، من أهمها وأخطرها ما تطرق له السيد مدير منظمة العمل العربي خلال تدخله في مراسيم الافتتاح يوم أمس. فموضوع نمو أنماط عمل جديدة تشكل تحدي كبير للعمال العرب، من حيث عدم استقرار الوظيفي، انخفاض الأجور، غياب حقوق العمال الأساسية وتعرض للاستغلال. لذلك يستوجب منا نحن الشركاء الاجتماعيون العرب أن نتخذ الخطوات اللازمة من أجل التخفيف من سلبيات هذه الأنماط وتعزيز إيجابياتها، وذلك من أجل ضمان مستقبل عادل ومستدام للعمال العرب. لقد أحدث التطور التكنولوجي في ظهور تقنيات جديدة في مجال الاتصال والتواصل، الذكاء الاصطناعي والرقمنة، أثرت بشكل كبير في حياتنا الاجتماعية، حيث أصبح الفرد الذي لا يتقن تقنيات استعمال هذه تقنيات التواصل يعتبر أميا. هذا التحول يدعونا لإعادة النظر في منظومة التكوين والتدريب من أجل مواجهة هذه الأوضاع. نحن متيقنين بأن مخرجات هذا المؤتمر سوف ترتقي لمستوى التحديات التي يواجهها عمالنا في العالم العربي، وذلك بالاعتماد معايير تنظم عالم الشغل العربي وتستجيب لتطلعات عمالنا. في الأخير لا يفوتني أن أتقدم بالشكر للقائمين والصاهرين على إنجاح هذا المؤتمر، متمنياً كل التوفيق والنجاح لكل المشاركين. شكراً على الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله.